بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لتصميم الكومبايند فوتينج، هنبتدي النهاردة نصمم الاتجاه الطويل أو اللونج دايركشن في الكومبايند فوتينج. طبعا أنا الجزء اللي فات تعلمنا إزاي نرسم البندنج مومنت، فأنا عندي البندنج مومنت هنا وهنا وهنا. طبعا أنا ما يهمنيش البندنج مومنت اللي حصل، يهمني البندنج مومنت اللي على وش مين، اللي على وش العمود، يعني ده كله ما يهمنيش. انا يهمني البيندنج مومنت عند مين، عند وش العمود والام الماكسيمم بتاعي. اما اجيب الدبس بتاعي لازم اشوف اقصى عزم في العزوم ديت وابتدي اطلع منه الدبس بتاعي. ازاي؟ ان دي بتساوي سي 1 جذر الام ماكسيمم على البي ار سي اللي هي عرض عرض القاعده نفسها، كويس. وبعد كده اجيب التي بتساوي دي زائد 7 سنتي، وده بيقرب لاقرب 5 سنتي عادي زي ما اتعلمنا قبل كده. طيب برضك انا جبت دبس كويس للمومنت، عايز اطمن برضك على البانشنج والشير. خلي بالك ان البانشنج في الكومبايند فوتينج عندنا اتنين بانشنج، عندي البانشنج للعمود ده وعندي بانشنج المين للعمود ده. طبعا لو كان في عندي براح فانا كريتيكال سيكشن بتاع البانشنج معروف خدناه على بعد قد ايه، دي على 2 من وش الايه العمود. فعشان اجيب الكيو بانشنج في عندي في انتيريور وفي اكستيريور حسب طبعا القاعده داخليه ولا خارجيه. البي الكيو بي الانتيريور عباره عن بي التيميت في الايه ناقص الاف يو نت في البي انتيريور زائد الدي 1 في ال انتيريور زائد دي 1. ده على اساس ان الايه العمود بتاعي على شكل مستطيل، لو كان مربع معروف ان هي بي زائد دي لكل ايه سكوير. ما يقال على الانتيريور هيقال على الاكستيريور برضك. فانت بتقسم الايه صفحه الامتحان كده وتبتدي تحط هنا مين، في هنا نقطه خلي بالك منها الاكستيريور. هنا العمود بتاعي موجود ففي براح عندي، لكن ممكن الاقي ان العمود بتاعي موجود فين، الاكستيريور على حدود الجار بتاعي. فلما تيجي تاخد الكريتيكال سيكشن بتاعك هنا على بعد دي على 2، فبقت مين ال بتاعتي تتجمع زائد مين نص دي بس، مفيش الناحيه الثانيه نص دي ايه ثانيه. وطبعا بقى نفس الكلام تجيب الكيو بي انتيريور عباره عن كيو بي انتيريور على البي نوت في الدي، حيث البي نوت اللي هو المحيط اللي هو الرباعي اللي هنا، والتاني برضك هيبقى البي نوت. بس هنا خلي بالك برضك البي نوت اللي هي عباره عن المسافه انهي اللي هي في الاتجاه ده زائد ده زائد ده، ده البي نوت. لكن هنا البي نوت شوف عامل ازاي، اربع قيم بالشكل ده. جبت الكيو بانشنج دوت بقى غالبا بيبقى كيلو جرام على سنتيمتر سكوير، هبتدي اقارنه بالكيو سي يو بي. كيو سي يو بي طبقا للكود المصري عارفين ان هو جذر اف سي على الجاما سي او نص زائد بي انتيريور على ال انتيريور جذر اف سي او 2.5. ناخد انهي قيمه من القيمه ديت، بناخد القيمه الاقل من هنا والقيمه الاقل من هنا. ايه اللي تشيك بتاعي؟ ان لازم الكيو بانشنج تكون اقل من الكيو سي يو بي. يبقى انا في الحاله ديت اطمنت على الدبس بتاعي، سيف بالنسبه للمومنت وسيف بالنسبه للبانشنج. شكرا.